خلينا نروح هلا لفقرتنا جمال اللي بيمزج بين الملامح الشرقيه واللمسه الغربيه. جيانا عيد سندريلا الدراما السوريه اللي اثرت القلوب برقتها وابتسامتها الخاصه. اليوم في عنا شيء مميز لها بعد مسيره فنيه مميزه. اليوم اصبحت عميده المعهد العالي للفنون المسرحيه الفنانه القديره جيانا عيد، وابرز محطات من حياتها الفنيه بهالتقرير. جيانا عيد ممثلة سورية ولدت في مدينة دمشق وبدأت مشوارها الفني عام 1979، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية. نتخطى هذا الشيء اللي صار معنا في مرحلة جديدة، نتجاوز كل العوائق. هلأ لحتى نتجاوز كل العوائق لازم نؤمن بأن ما نقوم به، وخاصة هلأ أنا بدي أحكي عن المعهد العالي للفنون المسرحية، أنه أول شيء نشتغل على مسألة تكريس المنظومة الأخلاقية والوطنية والقيمية في هذا المعهد. هذا بيتم عن طريق تكريس فعل له علاقة بالقدوة، إنه نحن نكرس شيء اسمه قدوة، مثال أعلى. وهذا الشيء بيتم بي كمان أيضا إنه نحن نحسس هيدول الطلبة اللي نحن مؤتمنين الآن على تأليقهم، على علمهم، على فنهم، على تخصصهم، بأنه نحسسهم بأهمية فعلهم المشارك أثناء هذه الحرب. يعني أنا بدي أقول بصراحة أنه طلابنا هن شريحة تعرضت بهذه الحرب لكثير من المآسي ولكثير من الأوجاع، وفي كثير ناس دفعوا حياتهم ثمن لهذه الحرب. فنحن كثير من المهم أنه نحسسهم بأهمية ما قاموا به. هن قاموا بالدفاع عن فعل الحياة، عن فعل الاستمرار، عن فعل الوجود، بجيتهم لجامعاتهم، لكلياتهم، لمعاهدهم، رغم كل الظروف السيئة اللي عم بيعيشوا منها، من قذائف، من انقطاع بالطرقات، من تأخير للوقت، بس هن ضلوا مصرين على فعل الحياة، ضلوا مصرين على أنه يكونوا شهود على عصرهم. وهن بشكل أو بآخر، وهذا اللي بحكيه دائماً، عم يصنعوا خطوات المستقبل بدون ما يشعروا، فهن رح يكون لهم ميزة بالمستقبل. فنحن كيف بدنا نكرس هذا فعل المقاومة عندهم، وفعل الانتماء، فعل يعني الفخر بهذه الهوية السورية، بأنه نزيل كل العوائق من قدامهم. حوصرنا في ثقافتنا، حوصرنا في اقتصادنا، حوصرنا في فنوننا، ولكن أنا بقول أنه هذا الحصار يعني خلق شيء من أنه نعتمد على الكوادر اللي موجودة بين إيدينا. يعني كتير حرمنا من ميزات كانت موجودة قبل هذه الحرب، ولكن يعني مثلا اذكر منا قبل ما أقول أنه نحن اعتمدنا على البدائل الوطنية الموجودة، أنه ما عاد يقدر الطالب مثلا يطلع يعمل دورة تدريبية في بلد، ما عدنا نقدر نجيب خبير من برات البلد، ما عدنا نقدر يعني نشارك مشاركة فعالة لنعبر عن حضارتنا وثقافتنا وهويتنا عبر مشاركات فنية مسرحية تحديدا بمهرجانات مثل ما كان من قبل. ما عدنا نقدر نعمل مهرجانات للمسرح مثل ما كان يصير من قبل، وأنا كان إلي الفخر أني شاركت بآخر مهرجان بسوريا، مهرجان الفن المسرحي أو مهرجان المسرح اللي أقيم بال 2010. هلا للأسف كنا حاطين طموحات وبانين أحلام، وكنا منجزين خطوات هامة، وكان المشهد المسرحي متألق ومنافس وحاضر في العالم العربي عموما. هذا كنا نلامسه من خلال مشاركاتنا بالمهرجانات ومن خلال استضافتنا لمهرجانات في سوريا. للأسف كل هاي الميزات ضيقت على طلابنا، خبراء كتير غادرونا، كنا يعني نقدر يعني نستفيد من خبراتهم، من تطورهم، من الاحتكاك اليومي معهم، من الحوار عبر الجسد، عبر الصوت، عبر لغة الممثل يعني ولغة المبدع بشكل عام. هذا كله نحن يعني ما عدنا هاي الميزات كلها افتقدناها. صحيح في اتفاقيات ثقافية مع بلدان صديقة لا أنه يجوا ويقدموا خبراتهم ويشاركونا يعني هذا الصراع الوجودي اللي نحن الآن عم نعيشه، بس للأسف يعني أنه ما بتقدري كمان تفرضي على الآخر. نحن يعني حتى إعلامياً الصورة المأخوذة عن سوريا هي مخيفة مرعبة. كثير من الوفود اللي هلأ بتجي بشكل أو بآخر بتقول أنه نحن ما هيك عم نشوفه على الإعلام، نحن متوقعين أنه سوريا كتلة من النار، كتلة نار وآتون من النار. ما بيعرفوا أنه كل واحد فينا
ما زال مؤمن بدوره، بهويته، بانتمائه، بقدسية بلده، وأنه عم بيمارس دوره على أكمل وجه وبالمستطاع لحتى يحقق هذا الحضور الإنساني، الحضور الحي والمساهم في أنه نحن نعبر عن ثقافتنا اللي هي بالأساس ثقافة الحياة. فبرجع بقول أنه المعيار الآن، المعيار الحقيقي لوجودنا في أي موقع مسؤولية، بالمشاركة مع طلابنا، مع أساتذتنا، القامات الوطنية اللي ظلت موجودة بالبلد، مع حتى الموظفين بكل المؤسسات اللي بالدولة، هالمشاركة الحقيقية هي رح تخلينا يعني نحقق هذا الوجود. ما رح نقول إنه يعني رح نكون بصورة الكاملة اللي بتتناسب مع طموحاتنا وتوجهاتنا، بس على الأقل نقدر نحافظ على فعل الحياة، فعل الاستمرارية، فعل البناء اللي مطلوب الآن. ومثل ما قلت أنا، أي حجة وأي سبب لأنه ما نعمل وما نشتغل وما نبني هو مرفوض على الإطلاق، مرفوض. فاللي بيحب، اللي بيحبنا واللي اللي رايد انه يشارك بفعل البناء فليعمل الآن. يعني ما بدي أحكي كتير، الآن زمن العمل، زمن العطاء، العطاء الكلي بأقصى ما نستطيع، هذا المطلوب مننا الآن. وأنا بقول يعني بتمنى بهاي الفترة اللي رح كون متواجدة فيها بالمعهد العالي للفنون المسرحية مع هؤلاء الطلبة، مع هؤلاء الأساتذة، مع هؤلاء المبدعين والموظفين حتى، لأنه صرنا يعني صرت مسؤولة الآن ليس فقط عن الجانب الإبداعي، الناس الموظفين الموجودين حتى. الإداري أيضا. فأنه إن شاء الله يعني نقدر كلياتنا مع بعض بمشاركة، وأنا بقول حقيقة هلأ يعني على الهواء مباشرة، أنه وزارة الثقافة ممثلة يعني بالسيد الوزير وبالمؤسسات التي تنضوي تحت هذه الوزارة، بكل العاملين في هذه المؤسسة الثقافية، وزارة الثقافة، كلهم متعاونين إلى أقصى حد لتقديم كل ما يستطيعوا من أجل يعني دعم هذا المكان اللي هو المعهد العالي للفنون المسرحية. وأنا بطلب الآن كمان على الهواء من كل المؤسسات الأخرى اللي إلها علاقة بالثقافة واللي ما إلها علاقة بالثقافة أن يكون حراكة يعني سريع الوتيرة، بحيث أنه فعلا نتشارك كلياتنا مع بعض في فعل البناء والتطوير، وخاصة الأساس. الأساس مو بس بهالظروف، الأساس هو الطالب، هذه الفئة اللي تعرضت واللي منعول عليها كثير في بناء المستقبل. فإن شاء الله يعني نقدر نعمل شيء، والله يعطينا القوة، والله يعطينا الإيمان والجدية ومقاومة كل المعوقات لحتى نكون حاضرين وفاعلين وعم نمارس يعني شرف المهمة اللي كلفنا فيها. إن شاء الله منضم صوتنا لصوتك. مدام جانا، يمكن حضرتك كنت بعيدة شوية عن دراما السورية كصناعة إبداعية، تحكي لنا سبب هالغياب، وهل في مشاريع قادمة ممكن أنك تشاركي فيها، أو أنه يمكن المسؤولية الجديدة تخليكي يمكن تحبي تكوني بس مسؤولة إداريا أو عميدة للمعهد العالي للفنون المسرحية؟ هلأ حقيقة أنا ما كنت بعيدة عن المشاركة الإبداعية أبدا، يعني ما بالضرورة تشوفيني على الشاشة لحتى أكون يعني حاضرة، لا، بجوز أنا كنت خلف الشاشة، كنت في كتير من المهرجانات فاعلة، مهرجانات العربية اللي كانت تقام، كنت واحدة من لجان التحكيم، يعني دائما ممثلة لهذا البلد الرمز ولهذا الشرف، يعني أن أكون سفيرة، كنت حاضرة في الشأن العام إذا بدك بلقاءاتي الغير فنية، يعني اللقاءات حتى إذا كصاحبة رأي، صاحبة مشروع في هذه الحرب، صاحبة مقاومة حقيقية عن معنى وجود سوري إبداعي، كنت أنا مشاركة بهذا الشأن العام، يعني بهذا الحضور وبهذا يعني الائتمان، وخاصة بهالمرحلة الهامة لبلدي. هلأ إذا بدك كمان يعني مشاركاتي أنا بالأصل كانت ليست يعني مو ماني متواجدة أبدا، لا، كنت أتواجد قليلة بالوقت المناسب، لما نحس أنه أنا في مكان ما بقدر أشغله بطريقة راقية، بطريقة يعني بتلامس هموم الإنسان السوري الآن في هذه الأزمة، وبتخليه يعني يضل يحس أنه في أمل، ونزرع الوعي بسه في أي مكان كنت أنا عم بتواجد. صحيح مو بالكم المطلوب، لأني أنا آمن أنه المسألة بالأساس مسألة خيار، مسألة رأي واضح، مسألة تعبير عن رسالة، هذا ما بيعني أنك تتواجدي بكل الأعمال وتكوني يعني حاضرة بكل الأعمال، ربما في شيء يعني يعيق هذا الشيء فكريا وفنيا وإبداعيا وحتى إنسانيا بهاي الأزمة،
فأنا ما بكون لمجرد أنه بدي يكون، لا أنا بكون لحتى أكون فاعلة ومشاركة بالمشروع الوطني إذا بتكون أكيد. مشروع الوطني مشروع خاصة بهذه الأزمة، المشروع اللي أكبر مننا كلياتنا، لأنه كلياتنا منروح وبتبقى سوريا يعني، وبيبقى النضال بيبقى الأثر والدلالة على هذا الشيء. يعني هلأ عم نشوف عظماء يعني مثل كاسترو اللي مات، اللي هو كان رمز ولكنه لا يموت، يعني الكل مصر وملح على كونه بطل، كونه مقاوم، كونه اشتغل لمصلحة بلده وأبناء بلده. فبعتقد أنا أنه هاي الرسالة هي تعطي مدلولات لكل شريف في كل أنحاء العالم، أنه الفعل الصحيح، فعل العطاء، فعل الانتماء الوطني الحقيقي، فعل الهوية والدفاع عنا بشكل مخلص وواعي ويعني بعيدا عن المصلحة الخاصة هو الفعل الباقي. نعم، يعني مدام جاني حضرتك معروفة باختيارك وتأني بالأدوار سواء بالدراما أو حتى على خشبة المسرح اللي هي المعشوق الأساسي لك. خلينا نقول للمشاهدين يمكن اللي عم يتابعونا بالفترة القادمة، هل عم تحضري لعمل جديد سواء مسرحي أو درامي؟ هلا أنا مثل ما بتعرفوا حضراتكم يعني أنا لسه جديد مستلمة هاي المهمة، ومثل ما قلت أن هاي المهمة تتطلب الكثير والكثير من الوقت. هذا ما بيعني أني ما رح كون موجودة، لا رح كون موجودة بالوقت المناسب، طالما في إيمان بالآخر، في إيمان بأننا مجموعة، نحن رح نكون كلياتنا مع بعضنا، كل واحد بهذا المكان رح يقدر ياخد دوره وفاعليته، ويعني نشارك كلنا بهذا الفعل الإبداعي العلمي الفني المنهجي الصحيح. فأنا رح كون مشاركة، بس هلأ يعني هلأ تحديدا بهذا الوقت في لسه ما في يعني استقرار أو إنه موافقة على شيء محدد. في مجموعة من المشاريع بس لسه كلها ياتها بأطر البحث، لسه ما صار في شيء جدي، أنا ما بقدر أعلن عنها إلا لحتى يصير في شيء جدي بهاي المرحلة. ومثل ما قلت لكم أنا يعني هو هلأ الأساس إنه ننطلق انطلاقة صحيحة في يعني مو بس في 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 تقديم هيك كل ما يمكن من عطاء لهذا المكان الذي تمنى على أن نكون في يعني إدارته، لأنه هذا الشيء الأساسي الآن، وبعدين الشيء اللاحق بيجي بوقته. وأكيد يعني ما رح أبخل بأي عطاء من أي نوع طالما في له علاقة بما يطلبه الناس وأهل بلدي ويعني ضمير الشارع السوري إذا بتكون الحقيقي الخاص المؤمن ب عطاء كل إنسان فينا من كل موقع معين. أكيد مدام جيانا عيد عميدة المعهد العالي للفنون المسرحية، يمكن مسؤولية جديدة، تجارب جديدة، أفكار خلاقة، كونك كنتي من أصحاب هذا الفن المسرحي حتى يمكن تلامسي أيضا مشاكل الطلاب بشكل واقعي. نحن نتمنى لك التوفيق بمهمتك الجديدة، وإن شاء الله بنكون معك بكل نشاط جديد. شكرا كثير كثير لكم، شكرا لهاي الاستضافة الصباحية، وبدي لكم أنه نحن مقبلين على سنة جديدة، رح استبق الأمور وأقول أنه بالسنة الجديدة تكون سنة انتصار حقيقي لسوريا، للشعب السوري، للجيش السوري، ومنتأمل وكلنا ثقة بأنه هذا النصر سيكون فاتحة لارتقاء سوريا، فاتحة لبناء سوريا، فاتحة لأنه نحن نحضر بالعالم بشكل حقيقي مثل ما هو دورنا ومثل ما هو تاريخنا ومثل ما هي حضارتنا. وأنا بقول سوريا صحيح كانت يعني مقصودة ومحاصرة، ولكنها يعني كشفت العديد من الوجوه وأظهرت أنه هي كانت محط أنظار العالم، حتى في أسوأ مرحلة عم بتقودها هي كانت محط الأنظار، وأنا بعتقد أنه رح تكون مصدر للنور ومصدر للشمس بعد ما تخلص هاي الأزمة، ورح نعبر عن وجودنا الإنساني الحضاري أكيد. بكل أشكاله بما تستاهله سوريا. سوريا هذه البلد اللي منؤمن فيها واللي هي أمنا، وهي مكمن عطائنا، وهي مصدر لإلهاماتنا، وهي سبب وجودنا. تحية لكم وتحية لكل اللي عم يحضرونا، وصباحكم سوري. صباحك سوري، وشكرا كثير لحضرتك ولهالكلمات الطيبة. شكرا لك.